مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة، ونحن نتواجد بسوق سيدي بوعبيد المجاور لساحة 9 أبريل التاريخية، حيث تعرض الخضروات والفواكه من أجل تقريب السادة المشاهدين عن أثمنة الخضر والفواكه أياما قبل حلول شهر رمضان المعظم. المجموعة من تجار الخضروات والفواكه وكذلك البدويات القادمات من مختلف المداشر والقرى القريبة من مدينة طنجة من أجل عرض منتجاتهم. إذن سوق سيدي بوعبيد المعروف بعرض مجموعة من المنتوجات الخاصة بمنتوجات المرأة القروية كالبيض البلدي والجبن إذن مشاهدينا الكرام، غادي نقتربوا من إحدى بائعات البيض. السلام عليكم. السلام عليكم. لا هي الصوفة. طلع الكمامة هكذا هكذا. تعال تفضل. صافي هكذا. تفضل دابا خدام ما غيعرفك حتى واحد شكون. تفضل شوف. لا ما كان. لا تفضل. صبر دابا عاد هضرتي معايا. صبر. إذا للأسف رفضت التكلم، نعرف على ان المجموعه من البدويات. تفضل سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيفكم؟ لاباس بخير الحمد لله. ودي اشري شي مزيان. اللهم لك الحمد. انت كتبيع هادشي المنتوجات البلديه ياك؟ الزيت والزيتون والكرموس. اه نعم اسياه. والبيطه ديال الويز. تاع البيض ديال الويز. اييه ايوا. واش ما شفت لك قرب الميكرو عندك وشوف فيه. والريحان وفليو والزعتر والزيت. ايوا الحمد لله. ولي اسيدي وهذا البيض ديال الويز لا يتصالح. هذاك اسيدي مزيان صالح للصحيه الحاجه هذيك للنساء ولا للرجال. الله يا ودي. والقرقع قرب الميكرو. والقرقع حتى هو. والخروب. والخروب اييه. واللبن. واللبن حتى هو. مين كتجيب هذا الشيء؟ هذا من البوادي. هذا من البوادي. ها؟ من البوادي. من البادية. من الناحية. من النواحي ديال شنو يقولوا لها سبت زينات. سبت زينات. اه ولا سندي مني حرشان. يا سيدي. بحال هذه وقتها كتجي لها الصبح. هذه الدرجة 20 سنة وزيادة. 20 سنة وكتجي سيدي. الله يا ودي. نعم يا ودي يا ابن عم. عندك كريان الزبناء كيجيو عندك كل حد. والحد والخميسين. نعمس 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 اياه. الله يا ودي يا كريم. ايوا اش ماشي نعمل ودي يا سيدي. ايوا الحمد لله ودي يا سيدي. شحال باع؟ شحال عامل البيض دلوقتي؟ هذاك اسيدي 10 دراهم. 10 دراهم البيضة. بيضة. وبلدي 2 دراهم. بلدي جا علاش غلا البلدي؟ وعلى حسب يا سيدي، يعني ما اللي ولدوش جداد بزاف. عليها قليل.
واما هنا فوق اللي يولدوا يوم الربع. يوم الربع شويه اللي يولدوا نعم اسي. واللبن شحال عامل اليوم؟ اللبن يا سيدي قول يا سيدي 40 درهم للقرع 5 لتر. 40 درهم 5 لتر. 20 درهم. 20 درهم 5 لتر. اييه. الله يعاودي يا سيدي. الله يرحم والديك. الزيتون شحال عامل؟ الزيتون يا سيدي 30 درهم 15 درهم. لا هو ديال المنطقة ديال الجبل ديال الجبل ديال الجبل نعم ديال الجبل الجبل الله يهودي الجبل الله يسلمك والتشريد والسلمية السلمية تا هي وزير ومنتا تا هي نعم ولا يعملوها فتاي بلا يعملوها فتاي كيشربوها مع اتاي نعم واش غادي نعمل يا ودي الله يهودي الجبل تبارك الله عليكم الله يرحم والديك اسيدي الله يجازيك شكرا. إذا مشاهدينا الكرام كذلك معنا مواطن اللي كيجي يتقدم هذا السوق هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديما كنزيد نتواك مع عند هاد الناس دراوج هاد مساكن هاد الناس الجبالة ديالنا. كنتوقوا ديما من عندهم كنديو الصخيرة دينا من عندهم النعناع ودينا من عندهم البربر ودينا من عندهم دينا من عندهم برباط دينا من عندهم نعم اسيدي النعناع مسائل صغيرة كنتقداوها من عندهم دايما كل سوق والناس مساكنة هما كتعرفوا خميس والحد ديما ايوا الصخيرة ديالهم مزيانة لا عندهم كل شيء سيد البلاد عندهم نيس عندي كيعجبنا نجيو من عندهم ديما لأن هذاك الشيء ما نتناقشوش عليه شيء مزيان كل خميس والحد نجيو نديو الحويته وكذا ونطلعوا عندهم نديو التسخيره كل حدا هي في يدي ها هي نعينا نعم سيدي وكل شيء عندهم كل شيء مزيان ايوا والله يعاونوه بالله يجيب لهم التيسير المساكن كيضربوا تماره راه كتعرف شحال عندهم ديال الترونسبور كيجيو من الجبل وكينزلوا في بلاصاتور وبلاصاتور عاو كيحملوا التاكسي يجيبوا من هنا عاو في الرجوع او في الرجوع مساكن عاو من هنا بلاصاتور وبلاصاتور عاو كيجي الترونسبور خاص اللي كيهزو معاو كيديو من هنا الجبل ديالو شي شحال تمارا مساكن كيضربو كيضربو هادشي زعما ماشي راه ساهل تشوفها جالسة هنا تيكتبك الله تيرا كيخرجو بكري باش كينوضو في الصباح بكري في الفجر وكيقضيو الغرض وكيجيو كيجيبو لهم هادشي ساهل مساكن راه كيضربو عليه تمارا بزاف باش كيوصلوه حتى لهنايا وحنا كنقضيو من عندهم ما كنتطروش معاهم صراحة هي هادي مساكن بلا سماكن كنقضيو معاهم هما كيقضيو معانا وهادي هي الحياة يعني مستمر مسكين بصح هادي تقديتي ديما كتاخذ من عندهم لا ديما كانت حاجة بلدية ديالهم كتعجبني ما نكذبش عليك صراحة هي هادي شكرا بارك الله فيك شكرا مشاهدينا الكرام غادي نقتربوا بأحد بائع الخضر اللي غادي يعطينا كذلك أثمنة الخضر قائما قبل حلول شهر رمضان السلام عليكم وعليكم السلام كيف لاباس عليك تفضل لاباس بخير معنا مباشرة على قناة شوف تي في شحال واصلة اليوم في الطاطا الطاطا واصلة دابا 4 دراهم 4 دراهم ومطيشة واصلة 6 دراهم 6 دراهم خيزو جاهدة خيزو 5 دراهم 5 دراهم بصلة بصلة 5 دراهم والقرعة قرعة 6 خيار 6 دراهم 6 دراهم والقوب القوقعة وصلت 8 دراهم طاطا حلوة وصلت 8 طاطا عادية 4 دراهم 4 دراهم والليمون شحال تعصر باللتشي العصير باللتشي عامل 4 دراهم كاين علاش طلع السوق شوية خضر كاين بعض الحاجة طالعة كاين اللي هابطة لان ما كايناش شي حاجه قليله ما المقطع ديالها قليله كتكون حاجه موجوده كتكون رخيصه كتكون قليله كتكون الثمن طالع شويه بالنسبه للبطاطا الثمن باقي منخفض باقي مناسب بس ما بطيشه طالعه هذا راه تقرب رمضان ماطيشه كتطلع ودابا حنا ما عارفينش واش رمضان او ربما في رمضان تهود ماطيشه واصله 6 دراهم يعني رمضان شحال تقدر توصل هذاك الشيء العلم لله دابا حنا ربما تقدر تهود ربما ما ايوا شكرا لك شكرا
إذا مشاهدينا الكرام أنتم معنا في هذا المباشر لمعرفة أثمنة الخضر والفواكه. معرفة أثمنة الخضر والفواكه هنا في السوق سيدي بوعبيد بمدينة طنجة. ونحن في هذه الجولة في السوق سيدي بوعبيد، هكذا تبدو الأجواء مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدينا الكرام هكذا تبدو الأجواء هنا بسوق سيدي بوعبيد. غادي الآن غادي نتصلوا باش نعرفوا أثمنة الفواكه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أعطينا شحال عاملة الأثمنة؟ فريسة. فريسة 10 دراهم. فريسة كنبيعوها ب 10 دراهم وتبان ب 10 دراهم. بعشرة. نعم. تشيرمويه 30 درهم. 30 درهم. أما 30 درهم تاهو. 30 درهم. نعم. ماشي كان شوية. لا. هي طلع شوية دابا شوية بدات الأمور كترتفع شوية. ملي كيقرب رمضان كتكون واحد شوية ديال الزيادة. أيوا. أيوا هي. وهذا كيوقع من الديبار من الاول كيوقع من الاول يعني من عند الفلاح كيبقى هذا يتزاد من عند الفلاح كيبقى يتزاد وحنا حنا بتزز منا كنزيدوا لك درهم ولا جوج درهم باش يمكننا نخرجوا راسنا يعني غادي ترتفع شويه ربما البنان يقدر يوصل في رمضان 12 درهم هذاك هذاك لا ما يزيدش اكثر هذاك هذاك ماكسيموم ديالو 12 درهم ما يزيدش نعم انا عندي 15 عام الله يبارك سيدي تبارك الله عليكم بارك الله فيك شكرا على التصوير ماشي مشكل اذا معنا كذلك بدويه تعريض مجموعه من المنتجات السلام عليكم لالا وعليكم السلام ورحمه الله شحال كتبيع في هذا السوق هذه الحبيب 30 سنه مدير هنايا وما عطاونا حتى شي موطا ما عطاونا غير كل هذا قلنا نمشي هنا نمشي هنا نمشي هنا وحنا ماشي ايوا دابا حنايا حنا غم حيحين وصافي غام دابا باقي ما دابا كيصاوبوا الطريق وجابوا لكم هنا ايوا دابا كيصاوبوا الطريق والله يهديهم خلونا هدايا هنايا حنا نلبقوا غام فين جاك جيتينا شنو الطاقه حنايا الحكامه فوق الحكامه ياه شنو ساعه كتخرج من الدار الصباح جوك ديما يصليو الفجر وخرجوا كتصلي في الفجر كتجي تصلي في الفجر كنجي يصلي السوق فوقاش كتسالي كنسالي بلا ما ينقضيو حاجه انا والسوق لو بهيدا انا وبهيدا حنا ماشيين يعني نسالي ونسالي وشي ما نسالوش عاون نجمعوه ونخليوه ونمشيو حنا ماشيين شحال في العمر ديالك تقريبا؟ ايوا قولي شرفت بارك الله الله يطول في العمر ايوا ما طال عندك شي احفاد عندك شي نعم عندك شي حفيدات شي اولاد ايوا وليداتنا عندنا كلها عا ولاد الدار ديالهم وانا عاود كنخدم هيدا على راسي اش باش نعمل حنا انا ضعاف اوليدي شحال كتبيع البيض البلدي البلدي يرجع الدراهم 180 و 170 وحنا ماشيين هذه البصله هذه ديال الفلاح ياه بلدي شحال كتبيع 5 دراهم 5 دراهم ياه وهذه 10 دراهم 8 دراهم هذه الشيشة شيشة كيطلبوها الناس بزاف ياه سيدي وحنا لا بقوا العيش كنجيبوا شي حاجة بزاف اللي عطا الله حنا حاجة طرا حنا طريين حنا حاجة ضعافة كنلقطوا من هنا ومن هنا ونجيب الشيء اللي كاين شكرا الله جبتي سير إذا مشاهدي قناة شوف تي في شكرا على تتبعكم هذا المباشر كنا في جولة بسوق سيدي بوعبيد بالمدينة القديمة لطنجة تعرفنا على أثمنة الخضر والفواكه التي عرفت ارتفاع طفيف قبل حلول شهر رمضان المبارك
إذا تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.